السلام عليكم. طريقة سهلة وسريعة ومضمونة لزراعة الخس. طبعا زراعة الخس سهلة وسريعة من خلال البذور. أول خطوة هي نختار النوع المناسب من الخس، لأن هناك عدة أنواع، من أهمها الروماني والخس البطاطي والخس الإلفي والخس المنشعب. طبعا بهاي الحالة اخترت خس عادي، خس يعني عبارة عن خلطة من أنواع الخس، من أهمها الأخضر والأحمر. بهاي الحالة أيضا من ناحية تحضير التربة، نستخدم تربة غنية بالمواد العضوية وجيدة التصريف. ممكن أنه نحضر التربة بالحديقة أو نستخدم تربة مائلة للزراعة في الأواني. وأيضا من ناحية البذور، نقوم برش البذور بعمق 1 سم، ومن ناحية أيضا الري. طبعا الخس يحتاج إلى ري منتظم ومناسب، يفضل أنه نقوم بري التربة بشكل متساوي ونتجنب تراكم الماء في التربة. وممكن أنه يتطلب الخس ري أكثر من في الأيام الحارة والجافة. من ناحية العناية بنبات الخس، نقوم بإزالة الأعشاب الضارة ومراقبة الآفات والأمراض المحتملة. ممكن أيضا نستخدم مبيدات طبيعية، نبتعد عن استخدام المبيدات الكيميائية لأنه راح نستخدم الخس استخدام داخلي، فما نريد نزيد السمية من خلال أنه نستخدم المبيدات الطبيعية كزيت النيم، رشاش زيت النيم مع الماء. إذا لاحظنا أي مشكلة بالخس، لاحظنا مثلا حشرات، أمراض إلى آخره. أما من ناحية الحصاد، فممكن نقوم بحصاد الخس لما تكون أوراق كبيرة بما فيه الكفاية، وأيضا نقوم بقطع الأوراق الخارجية ونترك الأوراق الداخلية حتى تنمو وتتجدد. طبعا مواسم السنة ممكن نزرع الخس طوال مواسم السنة، وممكن أيضا نزرع داخل المنزل. وصلنا إلى نهاية الفيديو. إذا عجبكم محتوى القناة لا تنسون تشتركون وتفعلون الجرس. أراكم إن شاء الله في فيديو لاحق. مع ألف سلامة.